نعم، فلو قد ذقت من حلواه، الحلوى والحلواء عرفه، لو ذقت من حلوى العلم، العلم له حلوى، وهذه الحلوى لها حلاوة غريبة. أنا أعرف يا عباد الله، طالبا يحدث عن نفسه، كانت تتضح له يعني عندما يدرس شيئا على شيخ من شيوخه فيشرح له شيئا، يقول إنه يحس ببرد، شيء حسي لا شيء معنويا، شيء حسي يحس به في رئتيه، كأنه شرب الماء البارد. أنا ما أدري هل يعني من كان عطشا في يوم قائض فاستظل به ظل شجرة وأعطي ماء، لا يكون شديد البرد لأن هذا لا يعني لا يزيل عطشك، لكنه بارد البرودة اللازمة، البرودة الناعمة. أما يحس بشيء على رئته كأنه صب الماء صبا فوق صدره؟ كيف هذا؟ تظنون أن الماء يصل الرئتين؟ إذا لو دخل الماء الشعب الهوائية لخنق صاحبه، يمشي للبلعوم ولا علاقة له بالرئتين. لكن هذه البرودة التي يحس بها، كذلك صاحبنا يحس بشيء من المسألة من العلم يفهمها، يحس ببرودة على الرئتين هكذا، لا تذهب إلى الكبد ثم الأمعاء. فلو قد ذقت من حلواه طعما، له طعم غريب، يعني دع أن قضية الثواب وحلاوة، حلاوة، حلاوة.